نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وما شاء الله غادي نقدم لكم بريوات رائعين جدا بدون ورقة بسطيلة، غادي نحضرهم بعجينة اللي كتجيبهم أكثر من رائعين، مقرمشين، مورقين، محمرين. ما غاديش تصدقوا نهائيا أنكم محضرينهم بالعجين، كيجيو تماما بحال محضرينهم بالورقة. نتمنى إن شاء الله تتبعوهم معايا ينالوا الإعجاب ديالكم. بسم الله وعلى بركة الله، في العجين غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبة. بالنسبة لهاد الكاس ديال العنبة اللي كنعبر به فالقياس ديالو 150. بالنسبة للدقيق، الدقيق الفرس الأبيض، ومن الأحسن دائما نقول لكم الأحسن تكون نوعية جيدة، نوعية ممتازة الخاصة بالحلويات. وضعت على الدقيق ديالي نصف خمارة ولا نصف معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. غادي نوضع راس معلقة ديال خميرة الخبز، بالنسبة أنا استعملت هنا الفورية، راس معلقة ولا قريصة، قريصة عرفتوا هزوها كي قريصة بيديكم. غادي نوضع نصف ملعقة من الملح، وغادي نوضع معلقة ديال السكر. بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الرغبة ديالكم، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش ماشي مشكل، أو تعوضوه بالعسل. بالنسبة للسكر الدور ديالو هو كيجيب لنا العجين لونه أحمر وزوين. جوج مكونات اللي كيعطيو القرمشة اللي كيجيبو للعجين هشيش هو الخل والزيت. غادي نضيفو بالنسبة للخل 3 ديال المعالق صغار، أي خل عندكم. أنا دائما كنعمل الأبيض، ولكن الأخوات كيسقسيوني واش ممكن نعملو الخل العادي، فممكن توضعو أي خل عندكم ما عدا خل التفاح اللي ما تعملوهشي. غادي نعملو 4 ديال المعالق صغيورين ديال الزيت. بالنسبة للزيت، زيت نباتي، نتمنى القياس يكون واضح لكم. وغادي نجمعو العجين ديالنا. أول غادي ندخلو فيه المكونات اللي وضعنا بهذا الشكل، وغادي نعجنوه بالماء بارد من الصنبور. بالنسبة للكاس تقريبا نصف كاس ديال الماء. العجينة خاصة تكون قاسحة ماشي خفيفة، يعني تكون هكا جامعة راسها باش العجين ديالنا يجي واقف وما يلتصقناش الكويرات ديالنا من بعد. في الأول كنوضع الماء دفعة واحدة، وكنبدأ هكا كنجمع العجين ديالي وكنمعكو غير بالكف ديال اليد. الماء يتوضع مرة واحدة. بعد ما جمعت العجينة ديالي مزيان، طيتها هكا شوية دلك، غير شي شوية ماشي بزاف، لويتها في السلفون وخليتها على جنب. وغادي نتقاسم معكم حشوة اللي بسيطة جدا. الحشوة كتبقى اختيارية على حسب المتوفر عندكم. انا خديت 3 ديال البصلات، قطعتهم مشلضين، وضعت عليهم هكاك 100 ديال الغرام ديال صدر ديال الدجاج حتى هو يطحنتو مزيان باش هكا يجيو غير فتيوتات فتيوتات. من بعد ما غادي تشحروا لي، طبعا شحرتهم بالزيت النباتيه، غادي من بعد ما تشحروا لي غادي نوضع فص ديال الثوم وقزبر ومعدنوس مقطعين هكا صغيورين. التوابل غادي نوضع الابزار، غادي نوضع الكركم او الخرقوم. التوابل كلها راس معلقه راس معلقه، ما تكثروش التوابل بزاف. راس معلقه ديال الكمون، وراس معلقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، وغادي نوضع معلقة ديال لاموطرد او الخردل. كيبقى اختياري ماشي ضروري، ما عندوش شي اضافة مميزة. غادي ندخلو شوية هكايا في الحشوة، وغادي نوضع راس معلقة ديال الهريسة. بالنسبة للهريسة ولا الحر كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. وغادي نوضع الشعرية الصينية اللي كنت سلقتها وقطعتها صغيرة، وزدت عليها رشه ديال الملح اللي ما كنتش ضفت في الاول. وغادي نوضع 2 شرائح ديال الجبن، وغادي نوضع ان شاء الله الزيتون، ونحط العماره ديالي على جنب تبرد ليا، ونكملو على العجين. العجين ديالي من بعد ما مرتاح كيصبح هذا شكله. العجينه ديالي ما كتلتصق باليد لا والو، مباشره يعني من بعد ما عجنت طيبت الحشوه ديالي ورجعت للعجين، يعني ما نتعطلوش على العجين بزاف. الكويرات ديالي قسمتهم، ومن بعد كندوز هكا نكورهم
ما توضعوا يديكم لا في زيت لا في حتى شي حاجه، العجينه ما كتلصقش. من بعد ما كورت الكويرات ديالي وحصلنا على 10 ديال الكويرات، غادي نرش عليهم النشا وغادي نخليهم هكايا على جنب على ما نوريكم النشا اللي غادي نخدم بها. بالنسبه انا غادي نخدم بالنشا ديال العبر، اذا عندكم ديال البكيه خدموا بها، واذا عندكم ديال العبر خدموا بها. وبالنسبه للنشا هي نشا الذره اولا دقيق الذره اولا الميزينا، هادو هما الاسماء اللي كتسمى بهم. غادي نرش كميه لا باس بها من النشا وغادي نطلقها هكا طلقه خفيفه بالدلاك. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسقسيوني على النشا، فالنشا متوفره في جميع المحلات، كتلقاوها بالعبر وكتلقاوها بالباكيه، وعندهم نفس المفعول. بالنسبه انا كنخدم معكم مؤخرا في جميع فيديوهاتي بالنشا ديال العبار اللي الثمن ديالها جد مناسب، وتبارك الله ما شاء الله رابعه ولا نصف كيلو فيه كميه كثيره. غادي نبدا نطلق كويره رش بالنشا يعني كميه لا باس بها، ونوضع كويره اخرى. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا لي واش نوضعوا الطحين ولا نورقوا بالطحين، انا ما مجرباش بالطحين، يعني دائما كنستعمل النشا. فاذا بغيتوا تجربوا بالدقيق كنظن حتى هو يصلح. من بعد قسمت 5 ديال الكويرات هكاك فوق بعضيتهم وخمسة فوق بعضيتهم كما موضح في الصورة. غادي ندوز الخمسة اللي طلقت الاولين، وما بين وحدة ووحدة كنأكد كمية لا بأس بها من النشا، يعني الرش ورشة مزيانة باش الكويرات ديالنا ما يلتصقوش مع بعضيتهم. وغادي نحلهم هكايا حلة خفيفة، يعني ما تضغطوش بزاف وما تطلقوش بزاف، صافي غير بهذا القياس هذا كيبقاو باينين الورقات ديالنا باش ما يلتصقوش. والنشا اللي كنوضعوا ما بين الوحده والوحده راه ما كتبقاش باينه، العجين ديالنا كيتشرب. كنتمنى تكون باينه لكم الورقه كي كتجي ورقه اللي رائعه جدا جدا جدا. خمسة الكويرات الاخرين حتى هما غادي نطلقوهم بنفس الشكل. ودابا غادي نزيد نرش هكا السطح ديالهم بالنشا ونحط عليهم خمسة الاولين اللي طلقنا بهذا الشكل، وغادي نحطهم على جانب. وبالنسبة للكمية النشا تقريبا نصف كأس اللي ورقت لي هاد الكمية كلها. وبالنسبة ما كياخدش الوقت نهائيا، في ساعة تقريبا 10 دقائق هي باش كنورقوا هاد الكمية كاملة. الان الورقة ديالنا اصبحت جاهزة، اذا خفتوا تلصق لكم مع بعضياتها كنأكد تلقوا غير واحدة بواحدة وخدموها، يكون احسن بالنسبة للمبتدئات اللي غادي يخافوا العجينة تلتصق. هنا غادي ناخد تقريبا هكاك واحد معلقة كبيرة مملوءة جيدا بالزبدة، غادي ندوبها. والحشوة ديالي بردات تماما، غادي نصب الزبدة ديالي هكا فواحد السليفة باش يسهل عليا العمل بها، وغادي نوضع عليها كمية من الزيت. غادي نخلطهم مزيان مع بعضو. بالنسبة للزيت وضعته باش الزبدة ما تقسحش. غادي ناخد الورقة ديالي غادي نرفد وحيدة. بالنسبة هكا مع بعضياتهم كيزيدوا يترقوا لنا اكتر، ولكن كيف ما وضحت اذا خفتوا يلتصقوا لكم او لأي حاجة، من الاحسن خدموا كل وحيدة بوحديتها. الورقة ديالي كنوضعها على سطح العمل وكنحاول هكا نجبدها شوية باش تزيد ترقق لي، كنتمنى تكون واضحة لكم في الصورة. بالنسبة نتعاملوا معها شوية بالمهل، غادي ناخد الزيت والزبدة وغادي ندهنها مزيان هكا واحد دهينة خفيفة ما تكتروش ولكن نوزعو. غادي نقسم الورقة ديالي في النص باش كل ورقة نخرجو منها جوج بريوات. غادي نزيد هكا نقلب النص باش تجيني الورقة ديالي مضوبلة، ما تخافوش نهائيا كيجيو مورقين مورقين مورقين، والعجينة كتجي هشيشة وما بيناش نهائيا. قربت لكم باش توضح لكم الصورة اكتر، كنقلب بهذا الشكل. وبالنسبة للورقة كي كتشوفوا رقيقة جدا،
غادي ناخد كمية من الحشوة، غادي نحطها هكايا، يعني كنخلي واحد 3 ديال السنتيم ولا جوج، وكنحط الحشوة ديالي. غادي نتقل لكم ولا غادي نخلي لكم مقطع باش هكا المبتدئات يشوفوا كيفاش غادي نشكل البريوات ديالي. غادي ناخد داك الجنب ونحطه هكايا بهذا الشكل، بالنسبة غير عاود تقسمت وكنمشي بهذا الشكل هذا كنتلت. اذا شفتوا الورقة ديالكم ناشفة دهنوا شوية بالزبيدة والزيت. كنقد بيدية باش الشكل يجيني مقد بهذا الشكل، وكنزيد نطوي الجانب الاخر. وشوية ديال العجل اللي بقات، اما بغيتو تحيدوها حيدوها، بغيتو هكا تدخلوها من التحت تدخلوها. بالنسبة فاش كتكون عندنا العجينة كنتحكموا فيها اكثر. وهذا الشكل ديال البريوة ديالي، ما كنزيرش يديا بزاف باش هكا تجيني الورقة ديالي منفوخة وما كتجيش هكا مزيرة مع بعضها. نفس الشكل غادي نتلت البريوة الاخرى. اتمنى الصورة تكون واضحة لكم. اذا شفتوا الورقة ديالكم ناشفة دهنوا بالزبدة والزيت، وكنبقاو ماشيين كنتلتو حتى النهاية ديال الورقة ديالنا. البقاء الزيادة اللي كتبقى بغيتو تحيدوها حيدوها، بغيتو تدخلوها هكا مع العجين دخلوها. انا كنرفد هكايا داك الجانب تماما بحال البريوات العاديين، وكندخل هكايا داك البقايا اللي كتبقى وكنقد البريوة ديالي. وهذا الشكل تماما بحال الورقة. غادي نفتح معكم وريقة اخرى باش تشوفوا. اذا شفتوها كنشفات شوية رشوا يديكم بنشا، هكا كيتفرقوا لنا بكل سهولة وما شاء الله، يعني واخا الكويرات صغيورين كيعطيونا ورقة اللي كبيرة. فقط تحترموا النصائح اللي عطيتكم. وبالنسبه للمراحل الكامله ديال هاد العجينه ما تعطلوهمش باش هكا ما تختمرش العجينه. هنا وضعت بزاف باش هكا نشكلهم مره واحده. ما شاء الله عجينه اللي جد جد رائعه، ديروا بها جميع انواع المملحات ديالكم. بالنسبه دائما نقول لكم هاد الجنب اللي كيبقى اما هكا كتدخلوه من الاسفل وكيجي ايضا مورق، ولا تقطعوه. غادي نزيد معكم وحدة اخرى باش غادي نتقاسم معكم ان شاء الله الطريقة اذا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد. حيت البسيطلات اللي حضرت معكم كانوا اغلب الاسئلة واش يمكن لينا نحتفظوا بالعجين في المجمد. بالنسبة تحتفظوا بهم هكا معمرين، فغادي تاخدوا ورق او لبواطة، ومن الاحسن هكا نفرشو ورق الفرن، نوضع البريوات ديالي، نفرق هكا ما بين وحدة وحدة بالورق وندهن بالزيت، ومن بعد اما نوضعهم في علبة او لا في بلاستيك، نوضعهم في المجمد وما نوضع عليهم حتى شي حاجة ثقيلة باش يبقاو مزيانين. ملي تبغيو طيبوهم غادي تجبدوهم من قبل هكا واحد ربع ساعة، دهنوهم بالبيض اذا بغيتو تدهنوهم، وتدخلوهم الفرن اللي يكون سخون. يعني طريقه الطياب نفسها. هنا خديت اصفر بيضه وضعت له شويه ديال التحميره. بالنسبه للدور ديال التحميره كتعطينا واحد الحمريه بحال ديال البيض بلدي. كنخلطهم مزيان وغادي ندهن البريوات ديالي، وفي الاثناء الفران ديالي مشعول. فاش كنبدا نشكل دائما المملحات اللي كنبغيهم يجوني مورقين فالفران كنشعلو، وانا بقى كنعمر كنشعل الفران ديالي. ندخل البريوات ديالي الفران اللي مشعول من الاسفل والنار متوسطه او مجهده شويه حتى كينتفخوا البريوات ديالي وتبدا تطلع عليهم الحموريه. عاد كنهبط الحراره باش كيتحمروا على الوجه على خاطرهم. ومني كنجي نخرجهم اذا شفت الوجه ديالهم ناقصهم الحموره كنشعل عليهم واحد شويه من الفوق يتحمروا. بالنسبه انا الفران ديالي مورقات كيحمروا لي غير النار من التحت كتحمرهم لي حتى على الوجه، كتجيني الحموره هي هذيك ما كنحتاجش نزيد نحمرهم.
ايوا هذا الشكل ديالهم من بعد ما كيطيبوا ليا كيجيو قمه في الروعه. كنتمنى يكونوا واضحين لكم في الصوره. قسمت معكم الاولى باش تشوفوا القرمشه، تشوفوها كي كتجي من الداخل، وغادي نقسم معكم الثانيه. كلهم كيجيو بنفس الشكل، كيجيو رائعين جدا. كنتمنى من كل قلبي يكونوا واضحين لكم، لان مهما شكرتهم ما غاديش نوصل لكم قمه الروعه اللي كيجيو فيها. الورقه كتجي تماما بحال الورقه. كنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوهم تردوا عليا. كنتمنى هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وتدعموه باللايكات ديالكم اذا جات على خاطركم طبعا وعجبتكم الوصفه، وتخليوا لي تعاليقكم الجميله اللي كتفرحني. الله يفرحكم. دمتم في رعايه الله، استودعكم والله.